موبايل شالو؟ عم تفتحي الباب بسرعة؟ ايه بعدوني. ألو شالو؟ عم تدوري على شالو صح؟ اللي مين أنت؟ مو مهم مين أنا، اسمعي شو بدي لك منيح. بعرفك وبعرف أخواتك كمان شالو وباني يلي أنت دايرة بالك عليهم، وبعرف كمان قديش بتحبيهم وما بدك تشوفيهم ميتين. لهيك اسمعيني ليكي، إذا حابة تشوفي أختك عايشة وراجعت لك، دبري 5 ملايين روبية وبتجيبي لي إياهم بكرة الصبح. إذا كان بدك أختك ترجع، سمعتي؟ بدي 5 ملايين. لاكشمي؟ لاكشمي؟ لاكشمي بنتي اهدي، حاولي ما تتوتري. طولي بالك لاكشمي، كل شيء رح يتحسن. شالو؟ خمس ملايين؟ من وين؟ كيف بدي جيب كل هالمبلغ؟ بنتي لاكشمي لا تخافي، أكيد هذا واحد غبي ومو شايف 50 روبية بحياته كلها وبده ياخد منا ملايين. كيف يعني؟ ليش هيك عم تحكي عنه؟ رانو قليلي لشوف، مين بده يطلب 5 ملايين منا؟ ليش معنا هيك مبلغ؟ كنا عشنا ببيت كبير لو معنا، ما كنا عشنا بهذا البيت. بظن إنه واحد نصاب وعم بيخوفنا مو أكتر. سمعتي؟ ما لازم نرد عليه. بترجاك بابا خلاص، ليش مفكر هيك؟ ما حدا بيطلب 5 مليون ليتسلى، هدول فدية مشان نرجع شالو على البيت. ما حق. طيب وكيف منتأكد انه شالو معه؟ انا متأكد هي مو معه، لو كان بيعرف يعني ما كان طلب هالمبلغ، كان عرف قديشنا فقرة. ولازم تشغلي مخك وبتلاحظي هالشي، نحن يا رانو منسافر بالباصات دائما مشان نوفر كم روبية، وهو عم بيطلب ملايين، انا متأكد ما حدا عاقل بيطلب هيك مبلغ. هو شو خصه بحالتنا؟ وقديش فيك تدبر له مصاري؟ هو خطف شالو وبنتنا هلأ معه وبده 5 ملايين وبس. رانو انا عم بقلك شالو ما انا معه، انا متأكد. لكن كيف عرف انه شالو ضايعة؟ ايه صح الحكي، عرف شو هالشغلة؟ وقت كنا بالشرطة سمع حديثنا وهو بده يستغل غيابه. رانو أنا في شي ما عم بفهمه لهلأ، لو كان بده مصاري ببساطة كان خطف بنت حدا غني، ليش بده يخطف بنت فقيرة؟ عرفتي؟ في شي غلط بالقصة.